الاتحاد الاندلسي يخاطب الفيفا قبل مواجهة العراق، وايضا الاتحاد العراقي يتلقى خبر سار بشان اللاعبين المحترفين قبل المعسكر التدريبي للاولمبياد. السلام عليكم حبايب قلبي، انا رضا حبيب، حياكم الله. اذا اول مرة تشوفنا اتمنى تشترك بالقناة، وصدقنا راح افيدك بالاخبار الحصرية. المهم اعطيني لايك وتعال اسمع اخر اخبار المنتخب العراقي قبل مواجهة اندونيسيا وفيتنام الشهر المقبل. يا شباب، تقدم الاتحاد الاندونيسي لكرة القدم بطلب الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتقديم موعد مباراته امام منتخب العراق التي تقام بينهما في السادس من الشهر المقبل على ملعب غلورا بونغ كارنو ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وكندا وتصفيات كأس اسيا 2027. وكشف المصدر عن طلب الاتحاد الاندونيسي من اجل تقديم موعد مباراة المنتخب الاندونيسي امام العراق ضمن التصفيات الاسيوية المشتركة على ملعب غلورا بونغ كارنو التي تقام بينهما في السادس من الشهر يونيو المقبل. واكد المصدر ان الموعد الجديد للمباراة حسب طلب الجانب الاندونيسي سوف يكون في تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت الرسمي في اندونيسيا، والساعة 12 بعد الظهر بتوقيت بغداد، بدل الموعد السابق الذي كان عليه في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت اندونيسيا والثالثة والنصف بتوقيت بغداد. كما ان الكوري شين تايونغ مدرب المنتخب الاندونيسي هو من طلب ذلك بتقديم المباراة لأغراض تكتيكية حسب المصدر، كون ان لاعبي اندونيسيا يحتاجون جهد كبير في حال امتلاك لاعبي منتخبنا العراقي الكرة. يذكر ان المنتخب الاندونيسي سوف يواجه منتخب تنزانيا وديا في 2 حزيران المقبل، اي قبل مواجهة اسود الرافدية رسميا في العاصمة جاكرتا يوم 6 من نفس الشهر. يا شباب، ترى الناس تشتغل وتفكر وتخطط وتريد تخطف نتيجة ايجابية من اسود الرافدية، بس كاساس انا متأكد مجهز لهم خطة ولعب وراح ناخذ الفوز منهم لو مو يلعبون بالمحترفين. احنا عندنا المحترفين يعادل لاعبين 2 من منتخب اندونيسيا. انا اثق بالشباب اللي عندنا واثق بمدربنا. يا شباب، تغير الوقت، ترى لعب تكتيكي بحت، راح يلعبون وين منتخبنا باعلى رتم نفس ولياقه وما يطول الفوز بالهين. واندونيسيا ترى متطور جدا بالاولمبي، الكل شاف منتخبهم وايضا بالمنتخب الاول، منتخب متطور جدا. نتمنى نحسب للفريق الف حساب وما ياخذنا الغرور والدافع النفسي الزايد، وان شاء الله نخطف الفوز ونتاهل للدور المقبل. وايضا عندنا خبر مهم وحلو يا شباب، الاتحاد العراقي يتلقى خبر سار بشان حضور لاعبينه المحترفين في الاولمبياد. من مصدر خاص تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم خبر سار بشأن لاعبين المحترفين الذين سينضمون للمنتخب الأولمبي قبل إقامة معسكره استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تقام في يوليو المقبل، حيث إن الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تلقى موافقة من نادي هيرنفين الهولندي بشأن مشاركة لاعبه العراقي حسين علي مع السويد الرافدين في الأولمبياد. ووافق مسؤولي النادي الهولندي على انضمام اللاعب الى معسكر الاولمبي بتاريخ 17 يوليو المقبل. بس يا شباب، بالرغم من ان موعد الالتحاق حرج للغايه للكادر التدريبي، وهذا الشيء اللي راح يسبب لنا مشاكل بضيق الوقت، لان المباريات الرسميه في الاولمبياد سوف تنطلق في 24 يوليو، بينما الكادر التدريبي بقياده راضي شنيش يرغب مشاركه اللاعب في المباريات الوديه التي تسبق البطوله. يعني الكادر التدريبي رايد اللاعب وضروري يتواجد مع الاولمبي في الاولمبياد، يعني احنا نخاف من التحاق اللاعب المتاخر ويكون سبب بابعاد اللاعب عن القائمه النهائيه للاولمبياد، وهي اللي كل مشجعين المنتخب العراقي ما يحب تصير. ومن جهه اخرى، فان نادي ايتراخت برونشفايج الالمان وافق مبدئيا على مشاركه اللاعب يوسف الامين في اولمبياد باريس، وسيتم ارسال الموافقه بكتاب رسمي الى الاتحاد العراقي يوم الثلاثاء المقبل ليكون ثاني لاعب محترف تأكدت مشاركته في الأولمبياد. الحمد لله يا شباب، حتى اللحظة أمورنا زينة وأكو رغبة وعمل اتجاه اللاعبين المحترفين، هذا ما نطمح له نحن كجماهير، أن نرى منتخبنا بأسماء قوية ومنافسة في الأولمبياد، مو فقط المشاركة، لا ننسى إحنا نمثل عرب آسيا جميعا. وهواي طبعا يا شباب سألتنا عن حضور اللاعب زيدان إقبال مع الأولمبي، هل سيحضر أم لا؟ ما زال الاتحاد العراقي يا شباب ينتظر رد أندية اللاعبين زيدان إقبال لاعب نادي اف سي اوتريخت الهولندي وادم رشيد لاعب تورينو الايطالي، حيث خاطب الاتحاد العراقي الناديين من اجل مشاركة الثنائي مع المنتخب في الاولمبياد.
ولكن ما زالوا في انتظار الرد بعد اعتذار نادي إبسويتش الإنجليزي على التحاق لاعبه علي الحمادي بسبب العملية الجراحية التي أجراها قبل أيام وتطلب وقتا طويلا من أجل عودته للملعب. ويدخل المنتخب العراقي معسكر تدريبي شباب في 7 يوليو القادم بمدينة ليون الفرنسية، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام كل من البارغواي ونيوزيلندا. يذكر أن مجموعة العراق الشباب تضم كل من الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، حيث يخوض أسود الرافدين مباراتهم الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 24 يوليو في مدينة ليون، كما يواجه الأرجنتين في نفس المدينة أيضا بتاريخ 27 من الشهر ذاته، بينما يختتم مباريات الدور التمهيدي بمواجهة أسود الأطلس المنتخب الشقيق المغرب يوم 30 يوليو في مدينة نيس. هاي كل ما يخص مباريات الأولمبيا شباب في الأولمبيا، وإن شاء الله الأخبار المفرحة تستمر باستدعاء لاعبين جيدين محترفين ومعسكرات ومباريات جيدة حتى يستعد منتخبنا الأولمبي جيد جدا، وأيضا حتى ينافس منتخبنا الأولمبي العراقي في الأولمبياد. يا شباب، رابط قناة التليجرام بالوصف، أنشر بها جميع الأخبار أول بأول. إذا تحب تنورني بوجودك أهلا وسهلا، وحتى ما يفوتك خبر قادم الأيام. طبعا يا شباب، لهنا ننهي الفيديو. إذا أول مرة تشوفنا أتمنى تشترك بالقناة وتدعمني باللايك تشجيعا لنستمر أكثر وأكثر. أشوفكم في فيديو وخبر جديد. مع السلامة.